رئيس الوزراء البريطاني استبق التوجه إلى القمة بكلمة وجهها ووضح فيها الخطوط العريضة لبريطانيا في هذه القمة، وهي أولاً أنه يتعاون مع الحلفاء لزيادة الدعم والإسناد لأوكرانيا، والحديث عن دعم عسكري دفاعي. بريطانيا سوف تزود أوكرانيا ب6000 صاروخ جديد، وهذا هو الدعم العسكري الميداني. هناك دعم سياسي بالأموال ودعم إنساني أيضا باستقبال المهاجرين، بالإضافة إلى موقف عقوبات جديد. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول أنه سوف يناقش اليوم في هذه القمة مع الحلفاء مع الزعماء فرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية، والأهم هو على الذهب الروسي.